بسم الله نكمل بقى محاضراتنا في كورس الاي تي تكنيكال سبورت كنا اخدنا اخر مره المحاضره بتاعتنا كنا عملنا ازاي نقدر نسطب او نقدر نكريت الفيرتشوال ماشين بتاعتنا وهي ويندوز اكس بي طيب قبل ما نكمل قصه الانستولنج احنا عايزين ناخد جزئيه مهمه تاني قبل ما نعدي الجزئيه بتاعتنا دي ازاي حضرتك تقدر تبوت فلاشه ازاي حضرتك تقدر تسطب تبوت الفلاشه بتاعتك تنزل عليها ويندوز عشان تقدر تشتغل. في عندنا هناخد جزئيتين عندي ان انا اقدر ابوت من برنامج معين او حضرتك تقدر تبوت من عن طريق كوماند لاين. طيب لو انا هناخد الطريقه الاسهل اللي هي البرامج الجاهزه اللي احنا نقدر نبوت بيها. عندك كذا برنامج يعني في برامج كثيره جدا بس انا بفضل من كام برنامج يعني. اول برنامج برنامج رائع جدا اسمه روفوس في برنامج اسمه روفوس خصوصا احنا دلوقتي آه اغلبيه الاجهزه في نوعين من انواع البوتينج في انواع نوعين من انواع البوتينج في عندي حاجه نوع اسمه ليجسي في نوع عندي اسمه ليجسي وعندي نوع اسمه يوفي دبل اف نوع اسمه ليجسي ونوع اسمه يوفي ايه النوعين دول ده نوع البوتينج بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه ده نوع البوتينج او نوع البوتبول بتاع الويندوز بتاعي او بتاع الهاردوير بتاعي بتاع اللابتوب بتاعي او الكمبيوتر بتاعي او الحاجه دي كلها في نوعين زي ما قلت لحضراتكم عندي نوع اسمه ليجسي وعندي نوع اسمه يوفي ايه هو الليجسي الليجسي ان انت حضرتك تقدر تحط على الفلاشه اكتر من اوبريتنج سيستم طيب وهو بيشتغل بيشتغل بن... بالنظام بن... ب... بتاعه اسمه ام بي ار الهارد بتاعه لازم يكون ام بي ار ام بي ار ده اختصار كده ماستر بورد ب... ماستر بوت ريكورد هناخدها قدام اما نيجي نشتغل ب ناخد الفرق ما بين الجي بي تي والام بي ار انما اليوفي بيشتغل بحاجه اسمها جي بي تي بيشتغل بحاجه اسمها جي بي تي لازم الهارد كله يكون نوع الفورمات بتاعه هناخدها ان شاء الله في المحاضره الجايه نوع الفورمات او نوع التهيئه بتاعته جي بي تي يبقى انا في فرق في حاجه اسمها ليجاسي وفي حاجه عندي اسمها ايه ام بي ار عندي حاجه اسمها ليجاسي وعندي حاجه اسمها ام بي ار طيب انا اكتر برنامج بيفيدني جدا او كويس في قصه اليوفي هو برنامج اسمه برنامج اسمه روفوس برنامج اسمه روفوس برنامج سهل يعني وبسيط وصغير خلاص مساحته هو ميجا كله بتدوس عليه كده تقول له كيكاية داونلود وبتبدا ايه تحمله البرنامج كله كده كل اللي عليك هو استخدامه بسيط خالص ادي يس ادي البرنامج كله بيقول لك اول حاجه ايه حضرتك اعملي سيلكت اول حاجه نسخه الايزو بتاعتي اول نسخة الايزو بتاعتي ادي فولدر اللي اسمه ايزو هاجي ايزو هقول وليكن احنا هنسطب ايه وليكن ويندوز 10 وليكن عندنا هننزل ويندوز ايه ويندوز 10 عندي نيو ويندوز 10 اهي مثلا بيقول لحضرتك انت حضرتك عايزه جي بي تي ولا ام بي ار عايزه جي بي تي ولا ام بي ار جي بي تي ده يعني طبعا بيقول لك ايه طبعا التارجت بتاعته بيكون يوفي الجي ايه بي تي ده كل الاجهزه الحديثه يعني كل الاجهزه الحديثه وانت مغمض كده من اول جنريشن فايف من هو جنريشن 5 او 6 لحد جنريشن 11 اللي هو اخر موديلات في اللابات كله بيشتغل بحاجه اسمها يوفي البوتنج بتاعه بيكون يوفي بيكون اسم الجهاز مثلا يعني ديل بيكتب لك كلمه ديل وبتبدا النقط دي بتفضل تشتغل يعني او لو اتش بي نفس الكلام او لونوفو او اي نوع من الانواع طيب بالنسبه لاجهزه الكمبي... وطبعا لاجهزه البي سي برضه بتبقى يعني. جي انما الاجهزه القديمه شويه بنختارها هالا ام طبعا احنا مش هنتكلم دلوقتي على الفرق ما بين الاثنين دول يطول شرحهم شويه فانا وليكن هقول له انا عايز اعمل جي بي تي. كل اللي عليك حضرتك هتختار كده وتختار له نسخه الايزو بتاعتك مكانها فين بيقول لك خلي بالك احنا هنشتغل ستاندر ولا ويندوز جو جو لا احنا هنستخدم ستاندر ويندوز انستالشن وهتقول له ستارت هيبدا يعمل ايه يحمل طبعا انت لازم تختار له هنا الفورمات انش فيس لازم الفورماتنج هنا يكون ان تي اف اس طبعا انا عندي هنا الفلاشه بتاعتي انا عندي حاطط فلاشه 8 جيجا هنا وهو قاري الفلاشه فوق قال لك ايه وان سيت آه 8 جيجا بايت اهي دي ال 8 جيجا ده برنامج اللي هو الروفس في برنامج تاني وانا الصراحه بفضله جدا اسمه وين سيت اب وين سيت اب ده حلاوته البرنامج ده ان انت تقدر تحط اكتر من ويندوز او اكتر من ويندوز على الفلاشة بتاعتك يعني الفلاشة بتاعتي دي حاطط عليها حاجات كتيرة الصراحة يعني بتيجي تقول له هنا داونلود ويندوز سيت اب فور فري مش بفلوس بتيجي هنا ادي الفيرجنات بتاعته بتيجي تعلم عليه كده وتعمله داونلود ادي البرنامج بتاعي دا داونلود هنا هو مساحته كلها سبعة ميجا ده اكبر شوية بعد ما بتنزله ده مضغوط هو اكس بيبقى مضغوط يعني ادي احنا نزلناه كده لو حضرتك دوست كده كليك عليه هتقول له اوبن هيقول لك انا عايز اعمل اكستراكت فين اهو اهو بيقول لك انا عايز اعمل اكستراكت هتنزلها داونلود اه مفيش مشكله ادي البرنامج بتاعي هتلاقي منزل لك ده الفولدر بتاعه بندوس على ده 32 بت سواء الويندوز بتاعك 32 بت او 64 بت بتدوس عليه كده كليكايه يس نفس الكلام هنا بي بيقرا الفلاشه بتاعتك هنا لو انت حضرتك عايز تفرمت انت تي اف فات 32 في 16 الفرق ما بينهم هناخده كده ان شاء الله في المحاضره اللي جايه برده وليكن انت تي اف اس هنا بقى لو انا عايز انزل ويندوز 7 او بقول لك ايه ويندوز فيستا 7 8 10 طبعا 11 او ويندوز سيرفر 2008 2012 بيست ايزو لازم تكون الفايل دوت ايزو فايل دوت ايزو؟ يعني نسخه الويندوز عند حضرتك تكون دوت ايزو زي كده يكون فايل دوت ايزو وليكن ادي ويندوز 10 لازم يكون الاكستنشن بتاعه دوت ايزو ملفه كله الويندوز كله على ملف واحد بس بتشاور له على ملف الويندوز بتاعك تقول له ادي اللوكيشن بتاعي ادي هنا ادي ايزو ادي وليكن ادي ويندوز 10 طبعا هنا بنعلم له تي تيست ان هو بعد ما يخلص يتست لك الفلاش اشتغلت ولا لا وبعد كده تقول له جو طبعا ممكن تحط اكتر من ويندوز ممكن تحط لينكس كمان معاه برضو تشاور له على اللي عايزه هي لينكس وبرضو تقول له ايه جو طبعا في برامج كتيره زي ما انا قلت لحضراتكم اه ان احنا نقدر نشتغل بيها في برضو مايكروسوفت منزله برنامج بس احنا عايزين نشتغل ببروفيشنال شويه، عايزين نشتغل بتولز، انا لو معيش برامج ومعنديش انترنت وشغال على بي سي عادي وعايز انزل نسخه والنسخه نسخه ضايعه خالص. هقول لحضرتك الموضوع مش مش صعب خالص، الموضوع سهل جدا يعني، حضرتك كل اللي علينا هنيجي نفتح الرن ادي ويندو ار وهنكتب له كده كلمه ديسك بارت كلمه واحده. ديسك بارت كلمه واحده، دوست انتر بيقول لك انت Do you want to allow this app to make change to uh your device? أنت حضرتك أنت متأكد إن أنت هتحتاج إن أنت تشتغل على الأوبشن دي أو الأي يس موجودة في كل الويندوزات هيفتح لك شاشة زي شاشة الدوس دي بيكتب لك قبليها كده ديسك بارت وعلامة أكبر من هتقول له كده أول أمر عندي هتقول له ليست ديسك أول أمر عندي list disk بيقول لك انا انت عايزك تقرا لي ايه الديسكات اللي موجوده عندي بيقول لك انت عندك ديسك زيرو هو اونلاين وحجمه 931 جيجا ديسك واحد هو اونلاين ومساحته 223 جيجا ديسك اتنين اونلاين وهو مساحته 7633 ميجا بايت هقول له كده سيلكت ديسك ديسك كام؟ وعدوس 1 0 على 1 هن سلكت ديسك كام؟ اتنين اللي هو الفلاش وهدوس له انتر بعد كده هتقول له ايه؟ بص خلي بالك كده من الشكل ال ال الديسك عندي او الفلاش عندي هتغير تكون شكلها عامل ازاي نيجي كده هنقوله كده كلين clean نظف بص اختفى شكل الفلاشه خالص بعد كده هنقول له كده كرييت بارتيشن برايمري كرييت لي بارتيشن برايمري قال لك ايه ديسك بارت سكسيد ان كرييتنج ذا ايه سبيسيفايد بعد كده هنقول له فورمات اف اس اف اس اختصار فايل سيستم ايكوال NTFS انا عايزه أ... عايز افرمطه ان تي اف اس اوعى تنسى كده تقول له كلمه كويك كويك يعني بسرعه عشان لو انا سبتها له كده هيقعد شويه حلوين عقبال ما يفرمط يعني كده فلاشه ظهرت معايا اهي واتسمت يو اس بي درايف اوعى تنسى تكتب له اخر كلمه تقول له ايه اكتف اكتف يعني شغلها لي قال لك يا ديسك بارت ماركت ذا كارنت بارتيشن از ايه اكتف از اكتف هنقفل ده وهنيجي نحط هندوس كده نفتح ملف الايزو هاي بتاعتنا اللي هو ليكن ويندوز 10 <applause> ويندوز 10 هتدوس عليه هيحصل لها عمليه ماونت الويندوز 10 كده اتعمل له عمليه ماونت ماونت يعني ايه؟ يعني الفايلات بتاعت الويندوز عندي اتفتحت فايلات الويندوز عندي اتفتحت الكلام ده من اول ويندوز 8 ويندوز 8 ويندوز 8 8.1 10 11 طيب ويندوز 7 واكس بي لازم حضرتك عشان تقدر تعمل ماونت كده لازم عشان تقدر تعمل ماونت كده لازم تنزل برنامج يعمل لك قصه الماونت ده يكريت لك سي دي فيرتشوال زي ايه بالظبط زي عندك باور ايزو عندك فيرتشوال ايزو عندك كولون ايزو عندك برامج كتيره جدا يعني انا بفضل نفس الكلام بفضل برنامج اسمه ايزو كولون ايزو البرنامج ده خفيف جدا وبلاش ومش محتاج اكتيفيشن اسمه فيرتشوال كلون درايف ده بستخدمه الويندوز سيفن ويندوز فيستا ويندوز اكس بي عشان يعمل لي فيرتشوال سي دي ملي فيرتشوال سي دي هنيجي كده نفتح ده برضو نفس الكلام احنا عندنا البارتيشن اسمه ايه اي وعندي بارتيشن الفلاشه اتش هنيجي نفتح السي ام دي هنقول له الامر بتاعي ده بقى عشان يقدر ينقل الملفات بتاعه الويندوز هنا يحطها لي على الفلاش عشان الفلاش تبقى بوتبل هتقول له اكس كوبي استريكس دوت استريكس كل حاجه موجوده فين موجوده في بارتيشن الاي هتروح توديها لي فين هتروح توديها لي على بارتيشن الاتش وهتقول سلاش اس سلاش اتش سلاش ار انقل لي كل حاجة من هنا حطها لي هنا سلاش اكس على ما اتذكر سلاش </X>. مليش تيطلع بط فيها هنعيد الامر هقول له كده اكس كوبي احنا هناخد ناخد منين ناخد من الاي نقطتين سلاش استريكس دوت استريكس هقول له كده استريكس دوت استريكس هنقول له سبيس هقول له اه سلاش اس سلاش اي سلاش اف هنوديها فين هنحطها في الاتش دوس انتر قال لك البارامترز مشكله بص ده ما فيش سبيس كده بدا يعمل ايه بدا ينقل الفايلات الموجوده في السي دي هيحطها لنا فين هيبدا يحطها لنا في الفلاشه وكده هيبوت الفلاشه بتاعت حضرتك طبعا هو كده بيبوتها خلي بالك مش ام بي ار هو بيبوتها كده ليجسي ام بي ار ما بيبوتهاش يوفي. دي الطرق ازاي نقدر نبوت الفلاشه بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك وريتكم كذا تولز تقدر حضرتك تبوت بيها وطبعا انا برجح يعني اكتر حاجه يا اما اليوفي يا اما الكوماند لاين ده وانا عطيتكم كل الكوماند لاين يا اما طبعا الوين سيت اب دول الثلاث برامج اللي احنا بنشتغل بيهم. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تصبحوا علي خير عشان الساعه واحده صباحا شكرا